بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي بدنا بابريكا، بدنا بابريكا مدخنة، بدنا كزبرة مطحونة، بدنا شوية هيل، بدنا كبشة قرنفل، بودرة بصل، بودرة ثوم، فلفل أحمر حار. طلع قديه في بهارات. مليانة. كمون، عشان هيك طيب الشاورما. بعدين بتفرق إذا إشي راح من هدول البهارات، بفرق الطعم معنا. جوزة الطيب، فلفل أسود، هيل، كركم، قرفة، وشوية بودرة مرق الدجاج. هيك خلصنا كل كاسات المطبخ، خلي لي إياهم أساعدك فيهم. تمام، هاي هيك إحنا صار عنا بهارات الشاورما البيتوتية، وبنقدر نعمل كميات كتير أكبر وعادي نحطها بمرتبان ونستخدمها بأمتى حابين نعمل شاورما. تمام؟ هلأ بنخلط البهارات. هلأ إذا إحنا عنا بهارات شاورما جاهزة، المقدار اللي رح نحتاجه هو عبارة عن معلقتين ونص كبار. ولا عليك أمر، تعطيني إيش؟ معلقة صغيرة لبس. yes. تمام؟ تفضل. هلأ إيش رح نزيد؟ سنين توم مهروسين، شوية خل أبيض، هاي النقعة تاعت الشاورما، شوية ليمون معصور، شوية لبن. طبعاً اللبن اللي عندنا هون من منتجات المراعي، وزيت نباتي. أوكي، هلأ بنخلط كل هاي المكونات وهاي النقعة تبعيتنا. وزي ما دايماً نحكي، كل ما نقعناها أكثر بتطلع أطيب، بس تقدر تنقعوها من ساعة لحد 24 ساعة بالثلاجة. هلأ بدنا نعمل الجاج. طيب هون هون السر بالضبط. ياسمين، هلأ أنا عندي صدر جاج بدون جلد وعظم. أول إشي بدنا نعمل، بدنا نطلع الفتيلة وبدنا نعملها هيك شريحة بالعرض، نرفعها. بالضبط، فإحنا لما هيك نعمل عم نكبر إيش اسمه السطح تاعها، فلما نقلبها رح تصير كلها مأحمشة من نفس الهاي. بتعرف وين المدقة؟ هيها. وعشان نكبرها أكتر بندقها على نار حامية نشويها. هلأ هي ما بدها كثير وقت عشان هي صدر، فبسرعة بتستوي، وإحنا أصلاً قطعناها ودقناها، فعالسريع يعني تقريباً دقيقة ونص دقيقتين على كل جهة لحد ما تتحمر ونتأكد إن الدجاج من جوا استوى. بلش. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ما نقدر نقطعهم لشرايح نحيفة بيكون أحسن. بيكون أحسن. خلينا نفرجيكم، طلعوا تعالوا هون أحلى هالمنظر وشوفوا اللون. أنتوا الدجاج المحمر ما يعني منظره. قريب كتير، بس إذا بتقرب ها شوفوا لسه السوائل فيه عم تطلع من الدجاج، قاعده مش محشوره مش ما نشفت الدجاج عندي، طلعوا قد ايه طريه وقديش فيها دهن. صح، ومنيح انك حكيت لازم نريحها شوي قبل عشان السوائل تضلها جوا. يعني مش لازم نستعملها دايركت، نعطيها بس 10 دقائق بعديها بنقطعها. بالضبط. يعني انا صراحه كنت قاعده عم بفكر نعمل المتومه زي تاعت المطاعم اللي هي فيها كثير توم ومع زيت وبنضربها على الخلاط وممكن نحط بياض بيضه، ولا نعمل وحده اسرع بعشر ثواني اللي هي بيكون نكهه التوم كمان اخف عشان احنا برمضان وما بتعطش كثير. فبكل بساطه هي مايونيز، النوع المايونيز اللي احنا بنفضله مع شويه توم بس. يلا هي اقل من 10 ثواني كمان، والصراحه بتغنينا عن يعني كثير ظابطه. تمام، اول شيء بكون عندي خبز الشراك قطعتها بالنص، راح ازيد عليها المتومه السريعه. هلا اول شيء بنطعجها هيك طبعا عشان تمسك معنا. انا بحب زياده توم. شو بنعمل؟ بناخذ شاورما اكتر ولا ايش رايك؟ لا عبيها هاي الي هاي. هيك صارت دبل بزيد مخلل، وانا شخصيا بحب احط فيها بطاطا مقليه. هذا السؤال المعتاد، سنجل ولا دبل؟ سنجل ولا دبل؟ هلا بنلفها. لا
هلا بنلفها. اوف هاي العيلة. هاي صارت زي البوريتا. وباستخدام الجريل. طبعا الجريل تبعنا اللي هو من بوش طبعا رفيقنا ببرنامج يلا نطبخ. اخر اشي هاي الحركة الصراحة كثير بتفرق، بحط شوية بابريكا مع زيت وبندهن. هذا اللون الحلو. ومن احمشها بالجريل. هلا رح نفتح ال سمعينا الصوت قبل ياسمين، اعطينا صوت القحمش اللي عندك. هلا تيمور بموتنا، ما هو بكره هاي الحركة. هلا خليكم هون، هيها تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انت حاطه هون خبز زياده عشان احنا عم نطلع على جمالها. احنا اسفين، المنظر ما احلاه. تمام. هلا بالنسبه اول شيء لشاورما الدجاج رح نحتاج لاربع صدور دجاج منسل، يعني ما فيهم لا عظم ولا جلد. رح نحتاج عده انواع من البهارات للشاورما اللي هم بابريكا مدخنه، بودره بصل، بودره ثوم، قرفه، جوزه الطيب، هيل، زنجبيل. طبعا هم كثير كتار بس هلا بنرجع بنحكي فيهم اكثر. رح نحتاج لثوم مهروس، لبن، خل ابيض، واكيد بدنا شويه ليمون. بعدين رح نعمل متومه، رح نحتاج مايونيز وثوم، ورح نحتاج مخلل وبطاطا مقليه عشان السندويشات، وخبز شراك او خبز عربي عادي.